يسعد لي صباحكم مستمعينا، يا رب دايما تكونوا بألف خير. لكي أورنات لليوم ابتدى معكم غالية من وراء المايك. طبعا معنا على الإخراج فادي قروشان بحييكم، وحاليا وكالعادة صرنا بث مباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة نينار اف ام. اليوم في تغييرات مهمة كتير، في عنا الشمس اللي غادرت السرطان وصارت ببرج الأسد اليوم، فيلا مواليد النار يعني هلأ عنكن انتعاشة، عنكن انتعاشة وعنكن هيك تحسن بالمزاج بالأحوال. رح قلكم مين هن الأبراج يلي رح يرتاحوا بعد مغادرة الشمس لبرج السرطان، ومين الأبراج يلي رح لازم ينتبهوا شوي بوجودها ببرج الأسد. هلأ أكتر الأبراج يلي حيريحوا وقت الشمس طلعت من السرطان هن مواليد الحمل، مواليد الجدي، مواليد الميزان، وكمان مواليد الأسد يلي كانوا الفترة الماضية تعبانين. طبعا في كمان مواليد هلأ بوجود الشمس بهذا الموقع الجديد، في مواليد رح يكونوا شوي مضغوطين، الشمس ضاغطة بكل الأحوال يعني، يعني ما أنا كوكب هي بس تواجدها يعني الوضوح، وخاصة أنه موجودة ببيتها المريح. أنتوا بتعرفوا أنه برج الأسد كوكب الشمس يعني، وموجودة بهذا المكان رح تعطي أقصى طاقتها، فيلي حيتضايقوا كتير من هذا الضغط، ويلي حيريحوا كتير، ويلي حيستفيدوا منه حيستفيدوا كتير. رح نقول الأخبار اليوم ورح قلكن عن تأثيرات الشمس بهذا الموقع الجديد بالنسبة لكل الأبراج. هلأ حنبلش مع مولود الحمل، حنبلش بالترتيب مع مولود الحمل يلي اليوم مزاجه شوي متراجع هيك، شوي تعبان يمكن صحيا، ما بدي أقول متشائم، مولود الحمل ما بيتشائم، بيغضب، بيتضايق، بيتزمر، بس مو إنه حالة تشاؤم لا، بس اليوم يعني المزاج مو كتير معتدل يعني، أب وداون المزاج شوي منشوفه عادي شوي منشوفه، فاليوم هيك شوي راعي قوي حالك هيك من جوا مولود الحمل، ولا كتير يعني تشوف الأشياء من منظار سلبي، هي القصة يومين وبترتاح بالتأكيد. هلأ وصول الشمس لا الأسد بالنسبة لك الحقيقة أنت من أكثر المستفيدين من هذا الوصول، لأنه حيحرك كتير قضايا حلوة بحياتك. أولا الأمور العاطفية رح تكون أفضل من قبل من السابق، ممكن يكون عندك مصالحات، البعض ممكن يسافر بهاي بتأثير الشمس يلي كانت معرقة لأسفاره مثلا، البعض الآخر يعني لابد من وجود بعض المكاسب المالية يعني الشمس بهذا الموقع مريحة، والبعض أموره العملية ممكن يكون فيها جديد. ننتقل لمواليد الثور صباحه. هلأ مولود الثور يلي بدي لك يا أنه اليوم ممكن كتير يكون في عندك اتصال أو أخبار من أماكن بعيدة، أو ربما تلتقي بصديق قديم، وارد كتير هاد ترجع هيك تحيي العلاقة معه، أو ممكن كتير اليوم يكون عندك أنشطة وحركة واهتمامات كتيرة أهم من ناحية الاجتماعية، رح تكون الأمور ناجحة. هلأ في تحقيق لبعض الأهداف الصغيرة اليوم أو لبعض الرغبات، وممكن يكون في مكسب هيك لو كان صغير بس مكسب مالي هاليومين. انتقال الشمس لا الأسد بالنسبة لمواليد الثور اهتمامات وانشغالات بأمور عائلية، بدك تحط ببالك هلأ الفترة كلها مشغول بأمور عائلية أكتر من اهتمامك بشغلك، يعني في ظروف بالبيت ممكن كتير تحتم تواجدك،
سواء كان علاقات مع أفراد العائلة، سواء كان تغيير بالبيت، تجديد، انتقال البعض منكم، يمكن إذا ناوي على انتقال أو تغيير سكن أو سفر أو إقامة. هاي القصص كلها يعني بهذا الوقت بتاخد جزء كبير من اهتمامك، بس الأهم إنه تم أعصابك هادئة. يا ريت يعني بدك تنتبه على هدوءك، وبدك تنتبه على أموالك بالفترة القادمة، لأنه كتير وارد إنه الشهر القادم يكون في بعض المصاريف المتعلقة بالبيت. نروح لمواليد الجوزاء. صباح اليوم ضغوط كتيرة، ضغوط بالعمل الحقيقة، وكأنك هيك تحت الأنظار، يعني ما في مجال للخطأ اليوم لا بأدائك، بدك تكون جاهز. وحتى لو سمعت شي كلمة زعجتك أو هيك إزعاج طارئ أو صار موقف بينك وبين أحد الأشخاص بمحيطك لامك على قصة انتقدك، يعني لا تاخده هيك على محمل سيء، حاول تتجاهل، بس الأهم أنه تركز على الشي اللي عم تعمله وما يكون عندك ردات فعل سلبية. الشمس بهذا الموقع رائعة بالنسبة لك، بتزيد من التواصل مع الآخرين وخاصة مع المقربين، يعني الإخوة الأخوات، ممكن كتير يكون في فوائد متبادلة بينك وبينهم. البعض منكم مواليد الجوزاء إذا ناويين مثلا على عملية شراء معينة، ممكن بتخص سيارة، ممكن بيت، هاي القصص اللي مهتمين فيها ممكن بهاي الفترة تكون ناجحة. بس طبعا بدي ركز انه قبل 5 الشهر القادم هي العملية لازم تكون. اضافة انه البعض من مواليد الجوزاء ممكن كتير يكونوا محمسين تجاه دراسات جديدة دراسيا، تعلم، دورة تدريبية، كورس تعليمي مثلا، بيفكروا مواليد الجوزاء انه يتعلموا جديد. نروح لمولود السرطان. اليوم الأيام الحلوة عند مولود السرطان. على فكرة في مواضيع العلاقة بسفر عم يحكي فيها كتير بهذا الوقت، حتى لو ما كان سفر بيخصك، ممكن أشخاص بعاد عنك، في تعاملات بينك وبينهم، علاقات خارجية بعيدة، أمور دراسية كمان شغلته لمولود السرطان بهذا الوقت. والشمس انتقلت لموقع مناسب. على فكرة الشمس هي كوكب مال بالنسبة لك وموجودة ببيت المال، فاستعد، يعني هلأ في عندك إجراءات مالية، تحركات مالية وبعض المكاسب وبعض الأرباح. ننتقل لمولود الأسد. يعني كتير حلو اليوم الظروف عند مواليد الأسد. أولا يمكن يدخل مصالحات، في عنده ترتيبات، أمور مالية فيها انتعاش، الشمس وصلت لعندك، بدك تنهي هلأ مولود الأسد حالة التردد وحالة الحيرة وكآبة المزاج والتقلبات اللي مرت، أو هيك انخفاض الطاقة اللي كنت عم بتحس فيه، ورح تنطلق نحو تنفيذ بعض الأمور. يعني طلعت مولود الأسد من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ. هلأ الشمس عم تعطيك الوضوح الكافي عفواً لا أمورك القادمة، وبتقدر تاخد قرارات وتحسم أمور. العذراء يعني اليوم متوتر شوي، العذراء اليوم عنده مواجهات أو يمكن بعض الخلافات، حاول إنه ما توصل نقاشاتك لطريق مسدود أو لخلاف بينك وبين شريك بحياتك. يعني اليوم الأمور مو كتير ضابطة عند مولود العذراء، بده يحاول يهدي كتير ويقلل من انتقاداته ومن هيك التفاصيل يلي بيشغل حاله فيها دائما، خاصة إنه الشمس هلأ دخلت لموقع، الموقع يعني يلي فيه نوع من الفتور أو نوع من البطء ببعض الأمور. طبعا نحن عم نحكي بس عن تأثيرات الشمس بهذا الموقع، في كواكب تانية لكل الأبراج، ممكن تكون داعمة بمطارح، ممكن تكون قاسية بمطارح، فأنتوا خدوها بس من ناحية الشمس تحديدا.
فالعذراء هلا دخل بمرحله اللي المفروض يعمل فيها غربله وبيعمل عمليات انتقاء، في شغلات بده يتركها خلال الشهر القادم، خلاص يتخلى عنها، في امور جديده بده يحطها بباله ويحطها بالحسابات، يعني شوي بده يهتم كمان بصحته كتير خلال الفترة القادمة، صحته النفسية والجسدية. أما بالنسبة لمولود الميزان فاليوم كتير عنده شغل، واجبات، مطالبات كتيرة حواليه، ما عم تخليه يعني مثل ما بيقولوا هيك ينتعش، فالضغط العملي كتير، الواجبات، الالتزامات، الأمور المطلوبة منك، حاول تكون أكثر تنظيم اليوم مولود الميزان لحتى تقدر تضبط الأمور أو تحاصر هالفوضى الحاصلة، رغم أنه موجع عبالك ومالل ودايق خلقك، بس ما عندك مخرج، يعني الواجبات ما مفروضة عليك، فحاول أنه تنهيها يعني بالوقت المناسب. انتقال الشمس لا برج الأسد بالنسبة لك هو فتح آفاق جديدة، وخاصة على صعيد العلاقات العامة، حتلاقي حالك بأوساط جديدة، حتلاقي في كم من الناس حيدخلوا حياتك بالمرحلة القادمة، أنشطة اجتماعية، نوع من التسالي، يمكن بصير أنت عندك رغبة تطلع وتفوت وتقعد مع ناس وتتعرف على ناس. طبعا كتير هذا الموضوع يعني بيصير مولود الميزان بالمرحلة القادمة، أوساط جديدة بتدخلها يمكن عبر سفر، إذا كنت حاطت ببالك السفر فوارد كتير يتم. اليوم مولود العقرب رواء، يعني أموره هادئة سلسة، عم يرتب أموره، عم يرتب أوضاعه، عم بينجز، عم ينهي، ما عنده إرباكات كتير بعلاقاته. ولكن هلأ بهذا الشهر تحديدا مواليد العقرب بشهر برج الأسد، دائما أنتوا إذا بتتذكروا بكل سنة شهر 8 شهر بيكون ضاغط عليكم، رجعوا بالذاكرة للوراء، بتحسوا أنه في شيء بهذا الشهر بيتغير، في شيء ممكن يهتز بهذا الشهر. فأنا بشوف أنه المسؤوليات والأمور المهنية مثار للاهتمام. النصيحة اللي بدي أنصح بها لمولود العقرب، حاول ما يكون في صدمات بينك وبين حدا بهذا الشهر، بالعكس قوي علاقتك مع إدارتك، قوي علاقتك مع المسؤولين عنك، قوي علاقتك بالبيت، مع العيلة، مع الأهل الكبار بالعمر، الأب، الأم، يعني هي القصص حطها بعين الاعتبار، لا تعاديهن ولا تتحداهن بهذا الوقت. كتير منكم مواليد العقرب يلي ناويين على تغيير له علاقة بوضع عملي أو مهني تم خلال المرحلة يلي جاية. وصلنا لمواليد القوس، رغم أنه اليوم شوي متضايق أو هيك العيلة عم بتلومه لسبب من الأسباب، يعني اليوم هيك في بعض الإشكالات أصعيد أمور عائلية أو ربما التزامات، بس يعني مزاجه مو كتير رايق اليوم، إلا أنه وصول الشمس لهذا الموقع رائع بالنسبة لإلك، لأنه هي تعلن عن بداية جديدة، خط جديد، مسار جديد، توجه جديد بحياة مواليد القوس، سواء كان عملي، سواء كان دراسي، سواء كان مهني، وممكن كتير أمور العلاقة بسفر. مولود الجدي اليوم حسن التواصل مع الآخرين، يعني عم يعرف يختار كلماته، عم يعرف يوصل أفكاره، رسائله، اليوم في عنده نشاط وفي عنده حركة، ممكن كتير يكون عنده علاقات مع المقربين جيدة، خاصة مع الإخوة، مع الأخوات، بس ما في شك عنده تنقلات كتيرة وحركة كتير. هلأ الشمس يا سلام شو ريحته للجدي، يعني طلعت من السرطان، طلعت من المواجهة معه، راحت لموقع أفضل أهداء، يعني بتفتح لك باب التسويات، بتفتح لك باب المصالحات إذا كنت على خلاف مع أحد الأطراف، فهيك بتهدأ الأمور كتير وبتبلش بتناقش ببعض التفاصيل المالية المشتركة، شو إلك وشو عليك، بتفتح حسابات، بتفتح ملفات، بتدرسها، في شيء أمور مالية متعلقة بالشريك، يا أما بدك تتحمل أعباء مالية، يا أما الشريك بده يدعمك ماليا، يعني أحد في شراكات ممكن تكون حلوة بهذا الوقت عند مولود الجدي.
ننتقل لمواليد الدلو اللي عندهم مصاريف كتير اليوم ما عاملين لحساب. فجأة بتطلع لك شغلة بتلاقي آخر النهار إنه أنت صارف أكتر ما كنت ناوي الحقيقة. فما بعرف هل هو ترفيه، هل هو أمور منزلية، هل هو أمور صحية. البعض عندهم تفاصيل صحية بهذا الوقت شوي عم بتكلفهم مال. بكل الأحوال ضبط ميزانيتك مولود الدلو، لا تفرط بسرعة. هلأ الشمس راحت لموقع حساس كتير، راحت للمواجهة معك، لبرجك المقابل المعني بعلاقاتك الأساسية بالحياة، يعني شراكات زواج، شراكات عمل، شراكات عاطفة، أي نوع من أنواع الشراكات هلأ بتتحرك وبتتفعل. هذا المكان بيفعل طاقة هذا الموضوع. فمواليد الدلو اللي ناويين على ارتباط، مواليد الدلو اللي ناويين على انفصال، يعني أي نوع من التغيير بوضع شراكاتك بالحياة خلال هذا الشهر رح تلمسه بالتأكيد. وأخيرا إلى مولود الحوت، وصول الأمر لعندك بيعزز من معنوياتك وبيخليك تنتقل لحالة مختلفة عن يومين مروا. هلأ الحظوظ بالنسبة لك رح تكون جيدة، في ثقة بالنفس، في رؤية للأمور واضحة، بس بدك تستعد بوصول الشمس لبرج الأسد، بدك تستعد لمرحلة من المسؤوليات ممكن كتير تكون متعبة وضاغطة. في شغل كتير بالمرحلة القادمة، بدك تتحمل مسؤوليات، واجبات، التزامات كتيرة، وبدك تهتمنا شوي بالصحة، لأنه الشمس هون رح تضوي على النقاط الضعف الصحية عندك. ولا تنسى أنه المريخ بالجوزاء كمان بيعطيك إشارات للاهتمام الصحي، فدير بالك على صحتك، نظم وقتك، نظم أولوياتك، وحاول أنه تكون أكثر دقة بالتعامل مع التفاصيل. أكيد هيك بنكون حكينا عن تأثيرات وصول الشمس لبرج الأسد، وقلنا مين هن المواليد يلي رح يكونوا مبسوطين بهذا المكان، بهذا التواجد المثالي للشمس يلي هو بالأسد ببيته وموطنه الحقيقة. طبعا أوله مواليد الأسد يلي حيطلوا على شيء جديد، مواليد القوس أيضا، مواليد الحمل، هدول كلهم رح يكونوا كتير مبسوطين بهذا التواجد. هلأ كمان عنا مواليد جوزاء، مواليد الميزان، كمان لا بأس بتأثيرات الشمس عليهم. المواليد اللي ما عم بذكرهم ماشي حالهم، يعني مو عم بيكونوا سيئين، بس المواليد اللي بدو ينتبهوا من هذا التواجد رح كررهم، هن المواليد الثور، العقرب، الدلو، وأيضا